نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يحفظهم الله جميعا. إذا سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع هنا منافسات الفترة الصباحية ليشاركنا هذه الفرحة وهذه الانطلاقات الرئيسية في هذا اليوم. إذا انطلاقة أخرى مشاهدينا الكرام، وموعد آخر رئيسي يجمعنا مع رمز آخر أيضا، وبندقية فضية ستكون بين نخبة الثنايا القعدان التي انطلقت في هذا الامتحان، ولمن هي البندقية الفضية. عموما من سيصحبكم بالتعليق على هذا الشوط؟ الزميل نايف البلوي متمنيا له التوفيق، ولكم حسن المتابعة مع الشوط الرئيسي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، وما زلنا نتواصل وياكم هنا على أرضية هذا الميدان لننقل لكم هذا المهرجان السنوي الكبير للهجنة العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني ولي العهد الأمين، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. أيضا أنا بدوري أرحب بسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم الذي يتابع فعاليات هذا المهرجان، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. هذه هي الانطلاقة القوية، الانطلاقة التي تؤكدها لنا هذه الشعارات في قوة هذا الشوط والمنافسة القوية على انتزاع البندقية الفضية. وكما تشاهدون انطلاقة الثنايا القعدان، المسافة هي 8 كيلومترات. نرى ونتابع من المنطلق ومن هو المسيطر. هنالك نايف، نايف يسيطر الآن على مجريات هذا الشوط ويندفع بكل قوة. بالفعل نايف للسيد سلمان بن صالح بن حمد العتيبي، ينطلق الآن نايف والكل منا خايف في هذا الشوط. ينطلق الآن في المركز الأول، نقلتنا على المركز الثاني كي أرى وأتابع راهي. راهي مشاهدينا الأعزاء اللي تسلل الآن إلى المركز الأول للسيد مسلط بن شعيفان السبيع، الآن يتسلل إلى مقدمة الشوط. راهي مشاهدينا الأعزاء للسيد مسلط بن شعيفان السبيعي، نقلتنا على المركز الثاني، وتراجع من نايف إلى المركز الثاني للسيد سلمان بن صالح بن حمد العتيبي، نقلتنا على المركز الثالث. أرى وأتابع المتحد، المتحد في المركز الثالث، المتحد للسيد خليفة الغويص السويدي الآن يسيطر في المركز الثالث. النقلة على المركز الرابع، المركز الرابع هنالك إشهاب، إشهاب على المركز الرابع للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي يسيطر الآن في المركز الرابع. نقلتنا على المركز الخامس، قادم بكل قوة لافي، لافي لفى إلى المركز الخامس وقادم بكل قوة، لافي للسيد محسن بن سهيل بن محسن العامري، قادم ولافي إلى البندقية الفضية، الآن يسيطر على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، والنداء الأول للخمس المراكز الأولى أكملناه كاملا مكمل على حضراتكم وعلى مسامعكم، ونعود بكم إلى مقدمة الشوط لنرى ونتابع الرقص هنا مع الكبار وفي سن الثنايا القعدان. الله 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 على هالمقدمة وعلى راهي، راهي اللي ما زال على موقعة الشرف، ما زال يندفع بكل قوة ويزهو في الصدارة. وراهي بالجمال، وراهي بالدلال، وراهي بهذا الشعار الجميل، شعار السيد مسلط بن شعيفان السبيعي. السلام على راهي، راهي ما زال على موقعة الشرف ويرفع راية التحدي مبكرا. راهي بالفعل للسيد مسلط بن شعيفان السبيعي، نقلتنا على المركز الثاني
كي أرى وأتابع بأن شهاب هو المنطلق في المركز الثاني، وشهاب خطير، خطير للغاية في هذا الصباح الجميل، وخطير على البندقية الفضية. شهاب ينطلق في الشوط الرئيسي للسيد عبد الله بن طويرش الوهيب، الآن يسيطر في المركز الثاني. نقلتنا على المركز الثالث على شعار العتيبي، شعار سلمان بن صالح بن حمد العتيبي يندفع ويتدخل إلى المركز الثاني، وعينه على البندقية الفضية ويريد بأن يذهب بالسلامات إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية من خلال تقدم نايف إلى المركز الثاني. أيضا هنالك أرى وأتابع المتحد، المتحد للسيد خليفة الغويص السويدي الآن يتسلل إلى المركز الثالث. أيضا أرى وأتابع لافي، لافي قادم بكل قوة، لافي للسيد محسن بن سهيل بن محسن العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، وأرى أسماء قوية تريد التدخل إلى الخمس المراكز الأولى، قادمة بكل قوة إلى البندقية الفضية. يا سلام على هالمقدمة، والصراع مبكر هنا على أرضية الميدان، والتحدي مبكرا ما بين نايف وما بين راهي. أيضا لافي، أيضا هنالك شهاب. يا سلام يا سلام يا سلام على هالمقدمة، ولكن أتابع وأركز زين على راهي، راهي وشهاب، شهاب ولافي، والمقدمة هنا، والصراع المبكر ما بين شهاب وما بين راهي. راهي تعود الملكية للسيد مسلط بن شعيفان السبيعي. أيضا هنالك شهاب للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي الذي يريد التسلل من هاللحظة وينطلق إلى المركز الأول، وبالفعل تسلل المتسلل عبد الله بن طويرش الوهيبي بعد أن انتصفت المسافة 4 كيلومترات. يا مضمرين انقضت، ويتبقى مثلها 4 كيلومترات تتبقى وتفصلنا عن البندقية الفضية. يا سلام، وين بتروح السلامات في الشوط الرئيسي؟ البندقية الفضية لمن؟ ايضا نرى ونتابع بان شهاب هو اللي ما زال مسيطر، وهو الاقرب حتى هذه اللحظة لانتزاع البندقية الفضية. شهاب تعود الملكية للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي. ايضا هنالك المركز الثاني، المركز الثاني راهي، راهي على المركز الثاني للسيد مسلط بن شعيفان السبيعي، بينما نقلتنا على لافي اللي لفى الى المركز الثالث، ولافي يبي له متابعه للسيد محسن بن سهيل بن محسن العامري، الان يسيطر في المركز الثالث. المركز الرابع المتحد، المتحد للسيد خليفه الغويص السويد الان يسيطر على المركز الرابع. نقلتنا على المركز الخامس، ارى هنالك الصراع على المركز الخامس ما بين نايف للسيد سلمان بن صالح العتيبي، ولكن اسمه جديد يتدخل، شعار بن طحنون، شعار السيد مسعود بن طحنون الهاجري. بالفعل هو متعب، متعب قادم بكل قوة، يبي يتعب الجميع، يبي يتعب المضمري. تسلل متعب، تسلل ملحوظ، والتسلل الناعم من المركز الخامس الى المركز الرابع. نعم مشاهدينا الاعزاء، متعب للسيد مسعود بن طحنون الهاجري. يا سلام يا سلام يا سلام على هالمقدمة وعلى الصراع هنا على مقدمة الشوط، والشوط الرئيسي وناموس الشوط الرئيسي، ناموس الشوط الرئيسي غير. الله الله الله، اشهاب على الصدارة، اشهاب هو المنطلق، اشهاب هو المسيطر حتى هذه اللحظة. للسيد عبد الله بن طويرش الوهيبي ايضا انا واتابع لافي، لافي هو من يلفي على المقدمة، ولافي الى الصدارة، ولافي الى البندقية الفضية في الشوط الرئيسي. لافي للسيد محسن بن سهيل بن محسن العامري، ولكن ارى شعار السيد مسعود بن طحنون الهاجري يتسلل ويتدخل على مقدمة الشوط. الله 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 الله, 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 الله.
ايضا انا واتابع المتحد، المتحد عاد للصداره للسيد خليفه الغويص السويدي، ولكن انا واتابع بان راهي لن يسلم، لن يسلم الصداره بكل سهوله. عاد راهي للسيد مسلط بن شعيبان السباعي لينافس متعب ملك السيد مسعود بن طحنون الهاجري. الله الله يا بن طحنون. ايضا شعار السيد مسلط بن شعيبان السباعي بدأ يشكل الخطورة من خلال تقدم وتسلل راهي الى المركز الثاني. المركز الثالث لافي، لافي في المركز الثالث للسيد محسن بن سهيل بن محسن العامري في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع هنالك المتحد للسيد خليفة الغويص السويدي. الله على هالغسو المكثف، 2 كيلومترات، الامور بدأت تنكشف والاسرار بدأت تظهر، وارى التدخل والتسلل هنالك من الباسل للسيد سعيد بن زيتون بن مهيل المري، يبدو لي قادم بكل قوة. نعم مشاهدينا الاعزاء، الباسل السيد سعيد بن زيتون المهيري قادم بكل قوة. ايضا هنالك هنالك شاهين للسيد محمد بن غانم بن حمود الظاهري وجابر بن جفين المري، يرافق يرافق شاهين في عملية التدمير. ولكن انا واتابع هنا هنا المعركة ثلاثية، المعركة ثلاثية ما بين، ولكن المتسلل هو الباسل، الباسل تسلل في اللحظات الاخيرة للسيد سعيد بن زي بن محمد بن زيتون المهيري. الله يا بن زيتون، يا سلام يا سلام يا سلام، تسلل جميل واندفاع قوي من الباسل، الباسل للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثاني لافي للسيد محسن بن سهيل بن محسن العامري، وعاد متعب، عاد متعب للسيد مسعود بن طحنون الهاجري. ايضا ارى واتابع شاهين للسيد محمد بن غانم بن مودة الظاهري. ايضا هنالك راهي للسيد عبد الله بن مظفر العامري. يا سلام الله على هالمقدمة، يا سلام على هالصراع، الصراع الجميل والتحدي القوي والشوط الرئيسي والبندقية الفضية. وين بتروح السلامات؟ الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، وانا ايضا ارى شيء خطير قادم بكل قوة، ولكن لن نفس عنه حتى هذه اللحظة، لم يدخل الخمس المراكز الأولى. ولكن أعود إلى المقدمة كي أرى الباسل وأتابع تحركات الباسل والغزو المكثف على الباسل. الله وسعيد بن محمد بن زيتون المهيري يندفع. أيضا لافي 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 لافي، أيضا هنالك عبد الله بن مظفر العامري ايضا بدا شعاره يشكل الخطوره من خلال تألق راهي، راهي ولافي، لافي وراهي. ايضا الباسل على موقعة الشرف، الباسل هو المنطلق، الباسل للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. الله 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 الله. ايضا المركز الثاني راهي للسيد عبد الله بن مظفر العامري، وابناء دولة الامارات العربية المتحدة يتنافسون على الشوط الرئيسي وعلى البندقية الفضية. الباسل وراهي، راهي والباسل، الباسل للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. ولكن عاد، عاد راهي للسيد عبد الله بن مظفر العامري لينتزع، لينتزع الشوط الرئيسي، والناموس ينتقل الى شقائنا بدولة الامارات العربية المتحدة. تهانينا للسيد عبد الله بن مظفر العامري على فوز راهي في المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني لافي للسيد محسن بن سهيل العامري. المركز الثالث الباسل للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الرابع شاهين للسيد محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. المركز الخامس متعب للسيد مسعود بن طحنون الهاجري. تهانينا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نزف الى جميع الفائزين بعد ان شاهدنا الصراع والمتعه الحقيقيه في الشوط الرئيسي للثنايا القعدان. الصراع
كان مبكرا منذ انطلاقة الشوط، والكيلومتر الأخير كان شوط حماسي. في الكيلو الأخير وفي لحظات الشدة، وهنا الصراع القوي ما بين الباسل وما بين أيضا لافي، ولكن عبد الله بن مظفر العامري كان له رأي آخر من خلال التسلل الجميل وانطلاقة راهي ليهدي السلامات والبندقية الفضية لأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا للسيد عبد الله بن مظفر العامري على فوز راهي في المركز الأول، والتوقيت الزمني 13 دقيقة و9 ثوان و24 جزء من الثانية، بينما الذي وصل في المركز الثاني لافي قدم عرض ممتاز يشكر عليه لافي. تهانينا للسيد محسن بن سهيل العامري، التوقيت الزمني 13 دقيقة و11 ثانية و6 أجزاء من الثانية، بينما الذي وصل في المركز الثالث الباسل. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري على فوز الباسل في المركز الثالث، 13 دقيقة و11 ثانية و20 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني للباسل صاحب المركز الثالث، بينما الذي وصل في المركز الرابع شاهين. تهنئة موصولة للسيد محمد بن غانم بن حمود الظاهري على فوز شاهين في المركز الرابع، توقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية و12 جزء من الثانية، بينما الذي وصل في المركز الخامس متعب. تهانينا للسيد مسعود بن طحنون الهاجري، والتوقيت الزمني 13 دقيقة و15 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نزف إلى جميع الفائزين، والتهنئة موصولة لا شك بذلك لمالك راهي والفائز والحاصل على البندقية الفضية في الشوط الرئيسي عبد الله بن مظفر العامري.